انت سيئة اللعبه. ركزوا معاي اللعبه ديت. غور مع صحابك لحد ما علمكم اللعبه. يلا غور كاملين اللعبه كالاتي. ركزوا معاي اللعبه ديت فيها تذكرة ويمكن أكثر. لسه بفكر. ركز معايا منك ليه. الألوان هي مثل الألوان دي. أنا عاوز توصلهم بدون ما تتقاطع. عرفتوا كيف؟ ما راح أخذك اخذك كذا صحيح. فينك؟ تعال انت يلا. انت لقيت من اول. ايوه. ما تقول له، ما تقول له. التذكرة واحدة لو يحلها اللعبة دي تروح. يعني كل واحد يحتفظ الحل لنفسه. تذكرة واحدة. إذا كسبها واحد منكم اللعبة دي تتلغى لأن جايزتها تذكرة بس. تذكرة بس. طيب كيف تركت اللعبة؟ تذكرة واحدة بس. انت فاهمين؟ طيب يا كبير كيف تركت اللعبة؟ وصل لي اللون بدون ما تتقاطع كذا. وصل البردقالي مع البردقالي والاخضر مع الاخضر والازرق مع الازرق والبنكي. عرفت البنكي؟ مع البنكي. مع البنكي. ما تتقاطع، ما تلمسي، ما خليها من هنا. طيب من هنا. ايوه. احسنت. صح. قربوا. احسنت. الاخضر والازرق والبنكي. طيب. لك دقيقة. دقيقة. حجيب الازرق مع الازرق ازاي؟ غلط. ليه؟ غور. ليه؟ قطعته. غور. انت ما تفهم شيء. والله ما بيفهم شيء. قد كوني له. جايبين لي قلم مش صبورة. تعال انت ابو ازرق. ابو ازرق اللي قلت له يجيب لي الاقلام اللي مص اللي في 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 الجيب بتاعي. انا ما قلت لك شيء. في التوب اللي في الغرفه الاولانيه. وش فيها؟ ربنا يكفكم يا عداد. والله عداد عاوز له عداد. قلتكم نيله خشه من هنا بتروح من هنا يمين يمين. كانك عاوز ابو عيسي. عرفته. عرفته. ابو عيسي. ابو عيسي. كلنا بنعرفه. كلنا نعرفه. اول مكتب يسار عند سعد الطويل. ربنا يطول بعمره. اللهم امين. التوب موجود هناك. شوفوا في الجيم. هنا لقيتك نيلة. بسرعة. لقيتك نيلة. خربت في الفقرة. إعداد. الإعداد حيوديني بداهية. الإعداد عاوز له جلد. الإعداد يريد 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 لا وربنا الشنب ده متقل علي. ملي. احسنت يالا. قيام بسرعه. تتذكر ديت ايام المدرسه بتشخبط عليها. انت تعرف كنتين. ما تشخبط على ديت.
قلت كنيله خربت الفقره. الفقره ما يقولها اهل مصر. مش كده امشي عليها بتعقد الامور هي سهله ليا. خبول امسح قوي. انت ذكي يا كبير. ايش ذكي يا كبير؟ ايش رايك فيني يا؟ انت غدوتي. الذكاء ينفر نفر من عيوني. المشكلة يا كبير لا ذكي انا ولا حظ عندي. انت ايه؟ انا؟ ايه؟ انا غلبان على بابول. انت مش ذكي ليه؟ تنكي؟ ايه التنكي؟ تعرفش التنكي؟ دي اشوف اصحابي كلهم يقول يا تنكي. وربنا صدقين. هي مدحة. ايوه تستاهلها والله يا راجل غلبي. اللي طلع معايا دلوقتي مين؟ الواد ده انت. انت لا 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 ايوه خلص علي ما تتاخر شيء. الازرق ما ازرق موليه. انا قلت لك الازرق مع الازرق والاخضر مع الاخضر والبرتقالي كذي والبنكي كدي. حنام ولي ايه شباب حطوا لي تايمر دقيقه واضح حنطول معاه حتوصل يا كمان. اوكي سكرت عليها. حتعمل ايه مع الاخضر؟ خلاص راحت عليك خلاص وربنا ما حتاخدها. انا مسوي فتحه منه وربنا ما حتاخدها. شوف شوف دخلت منه. انا دخلت قد كنيلي على هالغباوي. قد كنيلي التذكره وحده ما حياخدها الا واحد. تعال انت هنا. ايوه ايوه السلام. وريني حتعمل ازاي. دقيقه عادي من الجهدي وكلها جات صح. ماليش دعوه اعمل اللي بدك اياه. بدك اللي عمليته عفزه كده. ايوه كنت متابع مسلسل قبل. مالكش دعوه بيا مالكش دعوه بيا. اكتب اكتب يلا وصل وصل. سلام عليك سلام عليك. حتعمل ايه تاني بسرعه. دقيقه ازهل ايه دقيقه دقيقه ما تخلص ياله. خلصت الدقيقة يا شباب. خلصت خلصت سكرت على نفسي ما اقدر اطلع. غور غور قد كنيلة على غباوي. قد كنيلة على غباوي. يلا يا عقاب. لك ساعة وسيف يدرس فيك يعلم فيك. سيف ما عرف يحلها حلال. حيشوف علواته. انا بشوفه قاعد يدرس فيك. التذكرة لا تروح. دقيقة واحدة. دقيقة واحدة. سكت عمش. يا شباب التايمر شغال. يا كنترول
سلام عليك. عايز تروح فين؟ لا كذا دقيقة أصلا شيء. وهذه في الأزرق ما أعرف شيء، ما أعرف شيء. دبر نفسك. أصبر دقيقة. الراجل له ساعة يعلم فيك. نسيت. لا تقلقني يا مسلم، مو يعلم. أقلقك فيه؟ أنا جاي هنا عشان أوترك. رايح فيه. خطير وده. خطير وده. الدقيقة خلصت. لا باقي. سكرت على نفسك. لا 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 صلعتها من هنا. والله بيستاهل تذكرة والله يا شباب. امشي لهم سجلوا له تذكرة. تعال تعال يلا عشل معاي. اهم شيء ما يروح تذكرته معه ونقطع معه. منين؟ من هنا. شيل مخرجني. عاوزها بالطول. اغيرها. اكده روح روح اكده يا مخرجني. غور اكده ولا مش اكده اكده. بالله عليك هذه لا تخلي فيها الطاولة الا الشموع. الشموع بس. جيب الولاعة. فين تشيله؟ خلي الشموع. شيل شيل دول. عليكم زوج. المسابقة الثالثة. المسابقة الثالثة. اسمع يالا منك اليوم. المسابقة حتكون اولعكم للشموع اولعها نوار. وحتكون الكرت الاولاني 100 نقطة. الكرت الثاني ماينص 200 نقطة. الكرت الثالث 300 نقطة. الكرت الرابع ماينص 400 نقطة. الخامس 500 نقطة. والكرت الأخير تذكرة. حشوف حتعملوا إياه. حوزعها ليكو. حنولعها اليوم نار. جاهزين؟ جاهزين؟ مش سامع؟ ربنا يخليكم. دي شمعة حبينا. دي شمعة حبينا لا تنطفيشي. قولوا معايا. دي القصيدة كتبتها دلوقتي. يا شمعة حبينا ما تنطفيشي. قولوا ما تنطفيشي. ما تنطفيشي. ده انا غلبان ومكتويشي. وانا مليء عليك القصيد. والله مش لايق عليك. خليك مغني. وانا بحب احرق حريشي. ست ما تشعل شيء فيه. ماينص وزيادة. حبيب قلبي تعال يا بن يمين. خلنا ناخدكم اليمين. اسمع يلا.
ابتقي هنا وبيت هفي هف. اها تعال جنبي. ايوه ركز معايا. ابتقي هنا وبيت هفي هف. طيب بتهفي ايه؟ هف 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 كده هف. ايوه عرفت. ايه الشمع الاخيره اللي حتنطفي راح تاخذ الكرت بتاعها، يا اما ماينص يا اما موجب يا اما تذكره. طيب عرفت. تنطفي شمعه هناك وشمعه ولاعه وشمعه طافيه، حاخذ الادنيه القريبه. سمعت؟ بسم الله وعلى بركة الله وقول هف. خطير خذ التذكرة. يا لهوي يا لهوي تستاهل الطيب. عيد ما سمعتش. كده اللي بعده. بسرعة قول بسم الله. بسم الله وقول هوب. تحسب ترى لا ادري. قول هوب. بس 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 500. لا سالب 400. خداله سالب 400 ما تطفيهاش. قالتك نيله روح اجلس. اسمك يا سيف. سجلوا سيف سالب 400 بيستحقها من اول الفقره لانه بيخرب ربنا خد حق منه. اعقاب ولا عقاب؟ فوق. جاهز؟ جاهز باذن الله. 3 مش 3 3 2 1 هوف. سالب 400. سالب 400. اسم العطوبه تبغى 50 ما ابغى تذكره. سالب 400. سجلوا عندك يا رجاله. عقاب سالب 400. يا شباب عايز اقول للجمهور راح نسحب على تذاكر في اخر الفقره. حطوا الاسامي تبع الشباب راح ناخد التذاكر في آخر الفقرة. آخر إيه؟ الفقرة. 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 جاهز؟ جاهز؟ جاهز. ثلاثة اثنين واحد هوف. بس خد ال 500. حلوة. سجلوا له. خد 500 موجب. بيستاهل. لحدد الوقت التذكرة. راحت الويح. اللي بعده. جاهزية؟ جاهزية. تعال هنا. قول بسم الله. بسم الله. جاهز. بسم الله. بسم الله. ثلاثة. اثنين. واحد. قولي هوف. لا تموتش علي. بس يلا سالب 400. ده انا بموت عليك خصمي. الاخير ميعاد. تعال يا سالم. يا ود يا سالم
سرعة يا واد. أمشي. أصبر خلني أشوف أنا. تشوف إيه؟ دي مش مسابقة الألوان، الألوان خلصناها أول وقتي. ثلاثة اثنين واحد سمعني الهف بتاعك. لا. ها. ما خدش حاجة دي ولعة. ما خدش حاجة هرجع. ليه؟ صف. يا سجلوا عندك يا رجالة، راح ناخد الدرجات، لكن قبل ما ناخد الدرجات راح نسحب على التذاكر. يا ودي هشام جيب لي الجوال بتاعي في مكتب سعد. أنا الزهايمر العفية بنسى كل حاجة. بالله بتجيب لي الجوال بتاعي من الشاب هشام. شوف عرفت الوصف اللي قلت له؟ مكتب ها بالثبل ها تعال على القنفة. على نفوخي على نفوخي من فوق. هلا بشيخ الرجالة. كيف شفت البقرة؟ جدا جميلة. الكبير فيها كيف ما تكون ممتازة؟ زي وشك ممتازة. وشي؟ اجلسوا يا رجالة اجلسوا اجلسوا، خلوا عندكم شوية من هنية. في كاميرات، في ناس تتابع الخطفة قدام الكاميرا ديت بتزعل المشاهد. كبار السن والمشاهد. تعرف ليه؟ ليه؟ كبير السن بالذات بيتابع بكل اهتمام وقاعد يدعي على الشاب ده لانه واقف قدام الكاميرا. لا. يقول ربنا يقنعه انقلع. خذها بيمناك. صح كلامك. ده انا بتاسف منك. الله يطول. وربنا ما انتبهتش. بس اعوذ بالله فتح على السراب وشفت وشي. 16 سنة ما شفت وشي في المراية.